ومن الأحاديث المذكورة في الفتن في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدقوا فإنه يأتي على الناس زمان يمر الرجل بصدقته فلا يقبلها منه أحد، حتى الغني لا يقبل منه. وفي رواية عند البخاري: ويفيض المال. متى هذا؟ قال بعض العلماء: لعله في عهد عمر بن عبد العزيز، إذ أغنى عمر بن عبد العزيز الناس في ذلك الزمن، لأن العدل انتشر وأصبح الأغنياء يؤدون زكاة أموالهم. وقال بعض العلماء: بل في آخر الزمان يفيض المال من شدة الفتن، الناس يريدون أن يتخففوا من المال لا يرغبون فيه من كثرة الفتن. ولذا في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة.